خلينا نتكلم في جزئية أخرى بخلاف الجزئية المضحكة دي شوية، ونروح لخبر مهم جدا جدا بالنسبة لنا كمصريين، وهو يعتبر خبر صادم شوية بعد رفض ليفربول انضمام محمد صلاح للمنتخب الوطني المصري خلال المعسكر المقبل. هو معسكر غاية في الأهمية، لأن احنا عندنا ماتشين مهمين قوي قوي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بإذن الله تعالى. الماتش الأولاني مع أنجولا هنا في مصر، والتاني مع الجابون هناك في الجابون. فبالتالي ليفربول بعد خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم النهاردة قال لهم يا جماعة احنا بنعتذر عن انضمام محمد صلاح للمنتخب. ليه بقى السبب؟ عشان نبقى بنحكي لحضراتكم القصة بالظبط. مصر محطوطة ضمن الدول القائمة الحمراء اللي بيصنفها أو اللي بتصنفها الحكومة البريطانية. القائمة الحمراء دي اللي هو لو أي واحد سافر للدولة دي هيرجع، بس هيتحجز 10 أيام، يبقى في حجر صحي بسبب فيروس كورونا. فمصر حتى الآن ضمن الدول اللي متواجدة في القائمة الحمراء. نفس الحال بالنسبة للبرازيل، يعني مثلا ليفربول عندهم إيه؟ فابينو وفيرمينو وأليسون، ثلاثة من البرازيل، والبرازيل عايزاهم في المعسكر الجاي بتاعهم. فبالتالي برضو ليفربول رفضوا. طب إيه المستجد اللي ممكن يحصل؟ المستجد اللي ممكن يحصل ان الحكومه البريطانيه عندها يوم الاربعاء اجتماع، وهيطلع من خلاله قرار بخصوص الدول اللي ممكن تخرج من القائمه الحمراء وتدخل في القائمه الصفراء. مثلا القائمه الصفراء دي اللي هي ايه؟ ان هو اللعيب مثلا لو سافر سي لاي دوله موجوده في القائمه الصفراء دي يرجع عادي، يبقى مع زمايله عادي ويتمرن عادي ويلعب عادي، ما فيش اي مشكله، ما يبقاش في اي حجر صحي عليه مفروض عليه لمده 10 ايام. طب مين من ضمن الدول اللي في القائمه الصفراء دي؟ الجابون. معنى كده ايه؟ ان صلاح حتى هذه اللحظه مش موجود مع مصر في مباراه انجولا في القاهره، وهيكون موجود في مباراه الجابون في ليبرافيل هناك في الجابون. ازاي؟ بيتم دلوقتي التنسيق، بيتم التنسيق بخصوص ان يكون في طائره خاصه تنقل صلاح من انجلترا للجابون، يلعب الماتش بتاع الجابون باذن الله ويخلص ويرجع على انجلترا مباشره، وتبقى الامور بسيطه. لكن الاتحاد المصري دلوقتي بيحاول يجيب استثناء من الفيفا، في خطابات شغاله مع الفيفا، يا جماعه احنا عايزين استثناء بخصوص محمد صلاح، لعيب مهم بالنسبه لنا، احنا عايزينه، واحنا عندنا مباريات رسميه في التصفيات المؤهله لكاس العالم، فمين يكون عنده صلاح وما يعني ما يبقاش معاه في منتخب بلاده. ففي محاولات قائمه، الامل الكبير باذن الله تعالى ان يوم الاربعاء تطلع قرارات جديده من الحكومه البريطانيه، بموجبها تكون مصر في ضمن الدول اللي في القائمه الصفراء، اللي بالتالي يسمح للمسافرين ليها ان هم يرجعوا بدون اي حجر صحي لانجلترا. ده يعني بايجاز توضيح بخصوص موقف محمد صلاح. هنتابع الامور هتبقى ماشيه ازاي خلال الفتره اللي جايه.